من حلب مدينة الموسيقى قدم الفنان السوري فريد حسن قبل أكثر من 4 عقود إلى بلد مليون شاعر. غنى الفنان لموريتانيا أغاني فردية ومشتركة وألهمته العديد من المقطوعات الموسيقية، فاقترن اسمه باسم البلاد وبادل شعبها وأرضها حباً بحب وتقديراً لا يمحوه تعاقب الأيام والسنين. في عام 1977 في 23 من مارس آذار وصلت إلى نواكشوط كآخر مدرسين، كان معي زميل آخر، وصلنا نحن الاثنين كآخر مدرسين في تلك الدفعة لأننا تأخرنا قليلا. أقول آذار، فخرجنا من دمشق في 18 منه ووصلنا نواكشوط في وصلت نواكشوط في 23. جئت والتقيت بالحسن والمولاي علي طبعا حبا مني في معرفة كيف يمكن أن أساعد موريتانيا، لأنني وجدت أنها بحاجة إلى جهودنا، وأنا كنت ملحنا في إذاعة حلب وعندي خبرة كافية في مواضيع الموسيقى والتسجيل والغناء وما إلى ذلك. وبدأت علاقتي مع الإذاعة وقدمت لها ما يمكن تقديمه. أما ما قدمته للإذاعة فهو عشرات الأغاني، منها ما بقي ومنها ما لم يبقى. ما بقي منها نشيد كتائب موريتان ونشيد أفريقيين وعرب الاثنين الذي شارك معي في غنائه، سدوم ومحجوبة وبنتان محجوبة وعازف ترومبيت. ثم تبناه فريق الجيش، فرقة الجيش العسكرية، ثم صار يعزف في لقاء الملوك والرؤساء وصار مقدمة لنشرة الأخبار. لحنت عشرات الأناشيد الوطنية من شعر أحمد عبد القادر، خليل النحوي، كابر هاشم. ودخلت موسيقاه وألحانه عبر أثير الإذاعة وشاشة التلفزيون بيوت الموريتانيين، وقلدته الدولة الموريتانية وسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني. كنت مدرسا للتربية وعلم النفس، وفي البداية وجدت أن هناك نقصا في بعض المواد، تدريس بعض المواد الأخرى. تطوعت لأن المدير قال لي نحن لا نستطيع أن ندفع لأن إمكانياتنا محدودة، فقلت له لا أريد شيئا. درست الموسيقى تطوعا، درست الرسم تطوعا، درست التاريخ والجغرافيا واللغة الإنجليزية. قلت له أستطيع أن أدرس كل هذه المواد. عندما جئنا في 77 كان عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية والأطباء والمحامين يعد على أصابع يدين أو ضعفها لا أكثر، بينما ما شاء الله الآن عدد الحاصلين على الدكتوراه وبالمئات أو بالآلاف، وعدد الحاصلين على شهادات جامعية بأكثر من ذلك بكثير، يعني بعشرات الآلاف. إذن هذا تطور رائع.
هناك قيم وأخلاق في موريتانيا كنت لا تجدها في أي دولة من دول العالم. طبعا هناك يعني الطبيعة القاسية كانوا يصنعون لها ما يجعلها جميلة. لذلك أنا عندما أحببت موريتانيا لأن الناس يصطنعون الفرح، يصنعون الفرح، بينما في أمكنة أخرى الناس ضجرت من الفرح، ضجرت من الأكل، ضجرت من الشرب، لذلك تراهم لا تستطيع أن تتكلم معهم، مع كل كلمة هناك مشاجرة، هناك تأفف، هناك كذا. كتنهدي الظبي البيري فإذا شربت فإنني رب الخوارنق والسبيل وإذا صحوت فإنني رب الشوايات والبيري. حصلت معي طرائف كثيرة من بينها الآن التي ترد على بالي، بينما كنت أسير في شارع جمال عبد الناصر إذ بسيارة أحد أعضاء السفارة أظن الملحق الثقافي ومعه القنصل ومعه شخص آخر أيضا من السفارة تقف إلى جانبي وطلبوا مني أن أركب معه. ركبت إذ بهم يتجهون إلى البحر ليصطادوا. طبعا أنا لم أعتد على الصياد ولم أصطاد بحياتي. قلت لهم يا أخي أنا لماذا أذهب معكم؟ قالوا الآن ستعرف. وصلنا، طبعا هم كانوا يعرفون عني كل شيء، يعني الراديو يكشف كل شيء. فوصلوا إلى الميناء، دخلوا الميناء، قالوا لبعضهم أكثر السمك موجود في الميناء لأن أحدا من الصيادين لا يستجرئ أن يقترب إلى هنا، لا يتجرأ. فذهبوا بحرس جندي فوصلوا لعنده سيارة لوحتها دبلوماسية. وقف، قف، قالوا شو ايش تعدوا هون؟ قالوا يا اخي نحن دبلوماسيين. قال لهم دبلوماسيين قيسوا الخارجيه، انت شاك عنه الخارجيه هون، دبلوماسيين ما لك عمل عندي؟ قال له اخي نحن لا نبغي نصطاد شوي وكذا. قال له ما هو مسموح حد يدخل هون؟ قالوا له حتى لو كان معانا فريد حسن. قال له وينه؟ قال له راعي إجا عندي. قال لي أنت فريد حسن؟ طلعت له قلت له والله. قال لي حق ما يجد علي. غنيت له شوي من كرتك يا غلانة. قال له شو عدوا اللي بغيته في البحر. فيعني طبعا أنا فرحت يومها أني لم أخجل معهم، هم أحضروني كي يمزحوا وكي يتأكدوا. فلو كان ردنا كانوا سيضحكون يقولوا أنك لا قدر لديك هنا، لكن الحمد لله الله جابها سليمة